احكي لكم شوي عن شرايط التبييض تبع الاسنان. هلا انا بستخدم هدول الاثنين، في كذا نوع بس انا هدول الاثنين من كريست بستخدمهم. في هاد وفي هاد، بس رح اعملكم لمحة سريعة. هذا النوع اللي هو الوايتنينج بتستخدميه كل 4 شهور ل6 شهور. شو بيعمل هذا؟ ديب وايتنينج، يعني اذا انتي اسنانك صار له متراكم الصفار بسنانك سنين طويلة وبحياتك معاملة تبييض، او مثلا من 3 سنين او من فترة، او اسنانك كتير صفر، هذا بيعمل ديب وايتنينج. وبتحطي الشرايط مدة ساعة على اسنانك، بس مو اكتر من 4 مرات بالسنة كلها. هذا الـ No Slip White Strips الـ 3D White. هذا عملوا له سكرين شوت إذا بدكم. هذا الثاني اللي هو بتستعملي أكتر، لأن كاتبين على التعليمات إنه فيكي تستعملي يوم أي يوم لا، بس أنا طبعا ما بستعمل هيك إشي يوم أي يوم لا على أسناني. أنا بستعمل ممكن مرة بالشهر أو مرتين بالشهر بستخدمه لهاد، ولهلا صار لي شي سنة تقريبا بستخدمه، وابدا انا ما يعني ما في مشاكل بسناني. هلا الكريست هن الاف دي اي ابروفد، او هذه تبعت جمعية الطب تبع الاسنان الامريكية ابروفد، يعني هو امن للاستعمال على الاسنان. هلا للاشخاص، ننتقل الى المهم، الهدف. هاي ماري. ننتقل للأشخاص اللي أسنانهم حساسة مثلي جدا. أنا ما بقدر أعمل تبييض عند دكتور الأسنان بسبب الحساسية، لأنه مجرد حط الليزر على أسناني مرة جربتها وصابني حساسية فظيعة ووجع بالراس شي أسبوع وهيك جنان يعني. فأنا شو بعمل؟ بما أنه هلأ إجا دور اليوم أني أعمل التبييض لأسناني، فرح ركبهم معكم على اللايف. وهي مو بس اكتشفتها أنه حلوة، مو بس اكتشفت هاي الطريقة انه منيحة مو بس للي بتحسس، وكمان بتوفري يعني دوهية على قولة جودة ابو خميس. هلأ بتفتحي الشريطة هيك. هلأ انا ما بكب هاي، يعني بحاول احتفظ فيها لانه هلأ بتعرفي ليش. في عندك واحدة بتجي طويلة من فوق وواحدة قصيرة هيك من تحت، وهي بتخليها على جنب. بتشيلي الشريطة يلي تبع من فوق تبع الاسنان الفواقن هذول، هيك انا ضحكتي عريضة فكل اسناني ببينوا، فلازم يكونوا دايما بيض. ما بعرف كيف كنت انا عايشة باسنان صفر قبل ما اتعرف عليهم، وبجيب هذا المقص هيك الصغير هذا ومعقم خصوصي لهي. شوفوا كيف؟ وبقصه هيك. عم قلكم ده هي أنا على اللايف. عم بحكي ضاعة ضايعة. وبرجع هاي بحتفظ فيها إلى المرة القادمة، أو بعطيها لجوزي وهو الحال يعني اللي هيك بيصير. وبستعمل هاي لفوق. هلأ بالأحوال العادية أنت مفروض تحطيها هيك وتلف على أسنانك، هي اللفة ويفوت من هون هذا الدواء اللي بيكون من هون، هذا بيموت بالحساسية بتموتي يعني. فهذا هو السبب أنه بيتحسسوا الأسنان منهم. تحطي هيك، هلأ أنا بحطه هيك، المهم ما يدقر بالأسنان من تحت. هيك بيلزق هو لحاله. انتبهي هلا، خصوصا اذا كان مثلا سنك مايل، انتبهي انه انت تلزقيه على كامل السن. هلا هي خلصنا الجهه الفوقانيه. كنت طالع نازل على الامازون وانا جوزي ضغطه طالع نازل مع كل دليفري بتجي كل يوم. هلا هي الجهة التحتانية، تقصيها هيك. ما تشرطيها شرط لأنه ما بتشرط، مو قماشة هي، يعني إجباري بدك تقصيها للأخير.
ايه مين بده يشوف من جوا؟ وبعدين هي ما بتوصل على فكرة، ما بتلف على كامل السن من جوا يعني، بس هيك ما بعرف ليش عاملينها بهالطريقة يعني، عشان يمكن يعطونا دبل البرودكت، ما عارفة عني انه انا رح اجي اكتشف هالطريقة. هلأ هان تحطي هيك، انا هيك هيك، والتعليمات بس نص ساعة بتحطيها. هلا احيانا انا بطبشها ربع ساعة يعني، اذا كنت مثلا ما عملتها غير مرة بالشهر. هلا هاي بترجعي تحتفظي فيها هيك هون، وبترجعيها على العلبة مشان ما تنشف يعني. إيه إذا عندك الـ شو بيسموه هذا الكيس الصغير تبع الساندويش يلي بتقفليه هيك بيقفل طرفه، إيه بتحطيها كمان بقلبها وبتحطيها لبعد أسبوعين لتستعملي الطرف الثاني، أو بتعطي جوزك بالبيت ليستعمل الطرف الثاني مثل ما أنا بعمل. فشو رأيكم بهالطريقة؟ خطيرة صح؟ الزيب لوك باك، مزبوط سارة، حق معك صح، ما كنت اتذكر الكلمة. انا بس هيك حبيت اطلع خبركم يعني انا شو بعمل، لانه انا اسناني كتير بتحسسوا وبنفس الوقت وفرت يعني، اكتشفت انه انا وفرت لانه هنا مو رخاص هدول الشرايط يعني، وفرت. هلا اليوم انا حطيت عرض على الفيري ويل شرايط تبييض الاسنان تقريبا ب $8 العلبه، فيها 28 وحده كمان. هي هلا مشهوره، انا ولا مره جربتها هي البراند، بس كتير مشهوره هيدي هلا البراند، وكتير اخذ ضجه يعني مؤخرا. وبحب خبركم جتني الجهاز، لحظه، الجمعه وصلني الهايدرا بن هاد اللي هو بيجي مثل إبر وقلم أوتوماتيكي وبيعمل ثقوب بالبشرة، فرح أعمل عليه لايف يوم الجمعة، انتظروني يوم الجمعة. تانكيو لأنكم كلكم اجيتوا، كتير انبسطت. يلا وما حطول عليكم، تصبحوا على خير يا حلوين، واستنوني يوم الجمعة باللايف الجديد. أوكي يلا باي. Thank you, Carolina. Bye, جماعة.